اذا هلا ناخذ هون رح ناخذ الانبوت يكون ستيب فانكشن رح اخذ كيو ستيب فانكشن فبعد فتره من ما عمل ستيدي ستيت سيستم رح اغير رح الغي هاي من هون رح احط هذا ستيب فانكشن رح نخلي الزمن تبعها القيمه الانيشال فاليو تبعها ستيب تايم بدنا نعمله قديش تقريبا حتى اعمل سيتلينج من الانيشال كونديشن نقول 50 رح نعمل هاي على 100 100 مينت والانيشال فاليو رح اخليه 5000 ورح اخليه يتغير ل 5400 ايش معنى هاد؟ انه انيشالي رح يكون التايم زيرو رح يكون قيمته 5000 لما يصير الزمن 100 رح يتغير القيمه من رح تصير ستيب فانكشن ما حد حكى انه ستيب فانكشن لازم تكون بدايتها زيرو مضبوط؟ هي هون مبنيه على ارضيه من 5000 ركبنا عليها ستيب فانكشن قديش الارتفاع تبعها؟ 400 التايم 100 فهلا بقدر اشوف اثر تغيير كيو وقديش باخذ وقت حتى يعمل سيتنج وبكان نعمل نفس الشيء بعدين ستيب فانكشن بالديستربنس شوف اثر الديستربنس نشوف اذا هون هلا الان شو بصير هي واضح انه هون هو عمل ستيدي ستيت بعدين اجينا فجاه غيرنا هذا غيرنا كيو فارتفعت درجه حراره الاليمنت هلا التايم كونستانت والترانزنت بيهيفير هون نفس الترانزنت بيهيفير هون اوكي مظبوط هو ممطوط واحد منهم ممطوط ومشدود وهذا بس هو نفس الترانزنت بيهيفير اللي صار هون هذا بروح هلا بيطلع ل 640 وهذا بيطلع ل 370 بسبب التغير اللي صار بكيو احنا مش مبينين كيو هلا اذا بدنا نشتغل بشكل صحيح كويس انه نحط كيو عشان نربط الزمن نربط انه ايش اللي سبب التغير فراح نعمله الان راح اخذ شانل ثاني على الاوسيلوسكوب رح نعمل تو اكسيز، الاكسيز اللي فوق رح احط عليه كيو لانه اليونتس مش كومباتبل 5000 مع 600 مش رح يبينوا فراح احط الشانل اللي فوق هو كيو رح ناخذ كيو من هون اي واضح انه ستيب فانكشن هلا هون مثلا كان تتاكد انه السيستم فيش فيه ديد تايم ها متذكرين شو الديد تايم؟ انه ما صار التغير هون بعدين بدل فيرست اور السكند اور السيستم يتغير هون ما فيش ديد تايم مباشره مع التغير اللي صار هون بدا هذا يتغير بدا هذا يتغير من هون فهذا صار اثر الكيو